وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من أبو ظبي السيد توفيق صالحي، مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات. سيد توفيق، بداية نرحب بك، نبارك لأنفسنا ولكم ولمملكة البحرين هذا الإنجاز. بلا شك سيد توفيق، تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد المركز الأول لبطولة العالم للقدرة لم يأتي من فراغ، إنما بجهود منظمة. هل لك من كلمة بهذا الخصوص؟ أسعدكم مساء جميعا. لا كلام بعد كلام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي أبرز وواجهت مملكة البحرين في هذا الانتصار الكبير. تم تتويج سمو الشيخ ناصر قبل قليل وشاهدته على الهواء مباشرة. ما قاله سمو الشيخ ناصر جزء من إحساس هذا الرجل لمملكة البحرين، لسيدنا جميعا جلالة الملك حفظه الله ورعاه المعظم. كلام جميل جدا من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. لم تكن ميدالية واحدة إنما ثلاثية، وعلى أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مولد سباقات القدرة في هذا الموقع. الجميع أعرب عن تقديره وإبراز هذا النجاح الكبير الذي انتهى قبل قليل وكان رائعا. سمو الشيخ ناصر في هذا السباق للأمانة كل الدول كانت ترشح البحرين للفوز بالمركز الأول، سمو الشيخ ناصر أن ينال الميدالية الذهبية. تحققت هذه النبوءة عبر 6 مراحل بتواجد سيدي جلالة الملك المعظم والعديد من المسؤولين. وهذه الليلة كانت التهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للفروسية أنمار، واعتقد بأن البحرين حققت مكاسب لا تعد ولا تحصى من هذا المجال، من فوز سمو الشيخ ناصر ببطولة العالم. الحمد لله، الحمد لله كثيرا على هذا الإنجاز الذي تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. إذا من أبو ظبي السيد توفيق صالحي، مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات، شكرا جزيلا لك.